شك انها ان يكون زرعها رائعا. يعني انا مثلا ملاحظ في بيوتنا كلنا بنجيب للاولاد مدرسين للانجليزي والفرنساوي والجغرافيا والكلام ده، حتى القران لما بيجيبوا شيخ عشان يحفظ الاولاد القران كل الهم انه يحفظ، الولد يحفظ مش انه يعمل بما يحفظ. لا لا طبعا لسه يعمل، دي درجه اخرى. ما بيجيبش مربي للاولاد. جميل. نحن نحتاج الى مربين عشان يربوا الاولاد تربيه صحيحه، لانه في الغالب اكثر اولاد المسلمين بينسوا القران ونسوا القران. خد بالك، يعني هات لي اكثر الناس اللي بيقول لك احنا حفظه او حفظنا القران وختمناه سن 9 سنين، تلاقيه نسي كله ونسيه كله بسبب الإهمال. نعم. وتلاقي في ناس اتربى تربية صحيحة وعرف شرف الحفظ وشرف القرآن وهو في الجامعة بيحفظ، وكثير من الحفظة حفظوا في أوقات متأخرة بعدما عرفوا شرف الحفظ فضلا عن شرف العمل بالقرآن. فأنا بقول للناس الحريصة على أنها تجيب مدرسين لأولادها، هات مربي يا أخي، مربي يربي الأولاد على مكارم الأخلاق اللي موجودة في القرآن. وأنا جربت هذا بنفسي، يعني جبت أولاد كثيرين، شيوخ كثيرين من تلامذتي وغيرهم يحفظوا أولادي. 3/4 من أولادي ختموا القرآن، ولكن تفلت منهم. فنعت أفكر أيهما أفضل، يحفظه ثم ينسى بسبب الإهمال، ولا أعرفوا شرف القرآن ومنزلة القرآن ويربيه مش يحفظه. فجبت شيخ بعد واقعة حصلت عندي، كنت جايب شيخ طيب جدا جدا يعني، فكان بيحفظ 2 من ولادي. فدخلت الغرفة عليهم وجدت الولد واخدين عمته وبيشقطوها لبعض. وقال هات يا ولد، هات يا ولد، انت يا ولد، هات كده على طول، ده مشيت على طول. ما هي الفائده؟ سقطت الهيبه. الهيبه سقطت بالظبط كده. فاجيب واحد مربي، جبت واحد مربي لاخر اولادي وهالنادي، وقلت له انا مش حريص على انك تختم القران مع الولد قد ما انا حريص انك تبث الصفات الحميده في نفس الولد وتحببه في القران. جميل. كان في الاول اولادي لما كانوا يعني المحافظين بيقولهم، يقول لك المحافظ وصل، ياه مش عايز ينزل لان المحافظ بيشد عليه والكلام ده. على العكس بقى رايته ابني اخر ابنائي كل ما يلاقي المحافظ على باب البيت ينزل جري على السلم فرحان بيه. ده مع ابني حتى الان ما بيحفظوش القرآن إلا إنه بيراجع له القديم، يعني حفظه القديم والكلام، وشيخ آخر بيحفظه الجديد. واخد بالك؟ استطاع هذا الشيخ جزاه الله خيرا إنه يحبب الولد في مكارم الأخلاق وفي الصفات المذكورة لعباد الرحمن في القرآن. سبحان الله. كونه ينزل يجري عشان يقابله فرحان به، دي ثمرة أنا اعتقدت إن ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بها. لو احنا نعم يعلق مثل قصة قال من خير الناس، قال حفظ الله أمير المؤمنين. آه قال بل من يتصارع ولي العهد على إلباس النعال. هذا هو الرشيد. نعم طبعا رشيد. يعني الرشيد هارون الرشيد يعني نعم ربى أولاده الأمين والمأمون، جاب لهم مشايخ يعلموهم الأدب وناس يعلموهم الشريعة والقرآن والنحو اللغة والكلام ده. فكان من ضمن القصة اللي أنت أشرت إليها آنفا أن الأصمعي عبد الملك بن قريب الأصمعي أحد علماء اللغة والنحو والشعر بالذات، يعني الأصمعي ده كان في الشعر آية يعني والحديث، واخد بالك، كان من رواة الحديث الثقات يعني. فالأصمعي بيأدب الأمين والمأمون والمأمون. وطبعا هارون رشيد عامل عين على الاصمعي لينظر تقييمه عشان ينظر، ممكن يكون يربي يلعب معهم اي حاجه ويقول لك دول ده ولي العهد بعد الرشيد وبتاع،
انا بقى مؤدبهم ومعلمهم وعايز يتزلف اليهم باي نوع من الاخلاق والكلام ده فيحفظ له هذا. لا، كان الرشيد رجلا جادا، حط جاسوس على الاصمعي واي شيخ بيدرب الاولاد وعلمهم عشان يعرف بايه الحوار اللي ممكن يكون بينهم. نعم. فالجاسوس ده نقل للرشيد مره قال له ان بعد الاصمعي ما خلص المجلس قام علشان يلبس الجزمه بتاعته، فالامين والمامون جريوا قبل الاصمعي وكل واحد عايز يلبس الايه؟ الاصمعي الحذاء. انا اللي اخذته الاول، انا اللي لمسته الاول، انا اولى منك والكلام ده. المهم اصطلح في النهايه ان كل واحد يقدم الاصمعي فرده من الايه؟ من الحذاء يلبس. الجاسوس خد القصه وقام رايح نقلها للرشيد وقال له حصل كيت وكيت. فمره الاصمعي دخل على الرشيد فالرشيد ساله بقول لي يا اصمعي من اعز الناس؟ شوف لما يحب واحد يحب يمدح واحد، شوف الدخله بتاع الرشيد كان شكلها ايه؟ سبحان الله. واخد بالك؟ ما قالوش يا رشيد ولادي كانوا عايزين يتخانوا على جزمتك وعايزين يلبسوها لك والكلام ده وبتاع، فيقوم يحرجه. لا، رقي حتى في حواره. طبعا راقي حتى في الحوار يعني. نعم. فقال يا اصمعي من اعز الناس؟ قال اعز الناس امير المؤمنين اللي هو اليد الفوق، ما فيش حد يعني فوقه. قال بل اعز الناس من استبق ولي العهد ان يلبساه حذاء. الله اكبر. اذا لم ينكر الرشيد على الامين والمامون ازاي تلبسوا الجزمه؟ ده انت يا ابني هتبقى الامير المؤمنين بعد كده، والاصمعي لو عاش هيكون رجلا في دولتك. نعم. وقد كان. صحيح. واخد بالك؟ ما قالوش كده ولا ادبه، ليه؟ لان من اهم يعني اخلاق التربيه انك انت تكسر الولد عشان يبقى متواضع. حتى اذا ارتقى الى منصب كبير ما يدوس على ناس. انما يكون عنده ايه؟ يكون عنده حلم بالناس. كانما عد قائدا. بالضبط كده، كان لانه كان يعده فعلا. نعم. مش 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 كلام يعني، كان يعده. يعني مثلا مثلا عشان اوري لك تربيه الاصمعي للمامون هل اثمرت؟ نعم اثمرت.